بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استكمالا للمحاضرة الماضية اللي احنا بلشنا، يمكن نحكي في مفاهيم الهندسة الصحية، وعرفنا شو مفهوم الهندسة الصحية والبرانشز للهندسة الصحية، من ووتر سبلاي اند تريتمنت، من ويست ووتر كوليكشن اند تريتمنت، ستورم ووتر هارفستنج اند سوليد ويست مانجمنت. قلنا انه احنا مواضيعنا بشكل اساسي متعلقة بتو توبكس من هي الاربعة، ويست ووتر كوليكشن اند تريتمنت، والتوبك الثاني هو الستورم ووتر هارفستنج. اليوم راح نبلش، يعني طبعا في موضوع الويست ووتر كوليكشن اللي هو اول توبك من التوبكس تاعينا في السانيتري انجينيرنج، ومينلي راح نحكي على قضيتين اساسيات. راح نحكي على ايش البريمينري ستاديز اللي بتلزمنا لو احنا بدنا نصمم شبكات صرف صحي، ومن ثم راح نعرج على اول جزء من مفاهيم البريمينري ستاديز، هو مفهوم البوبوليشن فوركاستنج، على اساس هي اول جزئيه بتتعلق عنا في هاي المفاهيم. اذا جينا نحكي على البريمينري ستاديز ار نيدد فور ذا ديزاين اوف سيوج كوليكشن سيستمز، عندنا مجموعه من الستاديز، مجموعه من الدراسات، مجموعه من الداتا خليني اسميها، اللي بتلزمنا عشان احنا من خلالها نقدرش نعمل تصميم اذا هذه المعلومات مش متوفره عنا بالشكل الصحيح وبالشكل الدقيق. اول نقطه دائما بتلزمنا هو شيء احنا كلكم تعرفوه واخذتوه في المساحه، اللي بسموه الكونتور مابس اند لونجيتيودنال بروفايلز. احنا دائما اي منطقه بدنا نعمل نصمم فيها شبكه صرف صحي او شبكه مياه امطار او شبكه مياه او اي شبكه كانت، لازم يكون في المنطقه هنا مخططات كونتوريه، وكنا بنعرف وات وي مين باي كونتور مابس، مخططات عليها المناسيب، عليها الليفلز، عليها الشوارع، عليها المباني، اي شارع موجود فيه البروفايل اللونجيتيودنال بروفايل وفي كروس سكشن بروفايلز. وهذه طبعا راح نبين لاحقا ليش كمعلومه بتلزمنا في تصميم شبكات الصرف الصحي زي اي شبكات ثانيه. الجيوتكنيكال انفستيجيشن، الجيوتكنيكال انفستيجيشن لانه احنا بدنا ننفذ شبكه تحت الارض، وما دام هي انفراستراكشر تحت الارض لازم نعرف شو طبيعه الارض الموجوده. لو طبيعه الارض بنعرف انه احنا لما ننفذ الشبكات هذه عباره عن بايبس طويله 20 متر 30 متر 40 متر بتوين مان هولز. هذا الحكي ممكن يصير في عندنا نوع من الديفليكشن، نوع من السيتلمنت في السويل، فبصيرش اني اصمم بدون ما اعرف شو السويل اللي عندي، لو كان بده يكون في ليكج، لو كان ما شابه، اذا السويل الها معلومه اساسيه، وهذا دائما احنا بنتعمد انه في دراسات او في تصميم شبكات المياه الصرف الصحي بنطلب انه دائما المصمم يعمل قبل ما يبدا في عمليه التصميم يعمل سويل انفستيجيشن ويعمل جيوتكنيكال ريبورت عن هذا. وطبعا الجيوتكنيكال ريبورت كلكم تعرفوه من خلال ماده السويل ميكانكس، يعني احنا عملنا بس بنذكر بالمواد اللي احنا درسناهم ولايش هذه المواد صارت بتلزم في مراحل من مراحل التصاميم المتعلقه بشبكات الصرف الصحي. هيدروليجيكال انفستيجيشن الووتر تيبل مينلي، لما بقول هيدروليجيكال انفستيجيشن لاني بحكي في شيء اندر جراوند، اذا بلزمني اني انا اعرف منسوب الووتر تيبل. ويمكن المحاضره الماضيه عرجنا على مفهوم الووتر تيبل وقلنا الانفلتريشن اللي بتم من خلال انه لما بترشح الشبكه وبيدخل كميات من الوتر من الميه اللي within the ground water بتدخل داخل الشبكه. اذا بدي اعرف شبكتي لما انا اصممها will be above water table ولا below water table، اذا لازم اكون اعرف منسوب الوتر تيبل. الميتولوجيكال داتا، والميتولوجيكال داتا طبعا هي بتلزم بشكل اساسي في الستورم ووتر، ما دام انا بحكي mainly rain water، لكن احنا قلنا انه ممكن جزء من الرين ووتر يدخل عندنا في خلال الانفلو. اذا ما بصيرش اصمم شبكه الصرف الصحي بدون ما اعرف قديش كميات الرين اللي ممكن اعمل استيميشن من خلالها لكميات الانفلو. خمسه بتلزمنا معلومات زي ديتيلد مابس اوف ذا اريا شوينج ستريتس بيلدينجز ليفلز اوف بيلدينج انترنسز وما شابه. تعرفوا انه احنا بنمر احيانا بمرحلتين من او يعني بنوعين من التصميم. المنطق دائما بقول انه البنيه التحتيه بتتاسس بعدين بنبني المباني، وبناسس بنيه تحتيه بعدين بنقول للناس هذا المنسوب واللي بده يبني ببني حسب هذا المنسوب. طبعا هذا في الدول المتقدمه، احنا بنبني بعد ما نبني بنصير بدنا نعمل شبكات، هذا بشكل عام ولا مش هيك؟ طبعا هنا بنتواجه في اشكاليه انه شبكات الصرف الصحي بتشتغل باي جرافيتي، بصير انفذ الشبكه بعدها اشوف البيت بيقدر يشبك ولا ما بيقدر يشبك على الشبكه، فلازم تكون منسوب الشبكه اوطى من منسوب البيوت.
فما بصير اصمم الشبكه وانا مش عارف من اسيب البيوت. طبعا اذا كان البناء عندنا في نوع من العشوائيه، واحد هادم بيته، واحد عامل بدوم، واحد طالع، واحد نازل، فبالزمني اني انا اعرف مناسيب مداخل البيوت. وهذا حكي كثير بنعيشه في المناطق اللي سبي اللي صم ايربن ولا ايربن، يعني مناطق قائمه. نيجي نصمم في مخيم، نيجي نصمم في منطقه قائمه، نيجي نصمم في منطقه هنا، فبصير معنيين انه نعرف مش بس مجرد انه هنا في بيت، شو منسوب البيت اللي هنا، منسوب مدخل البيت طبعا. على اساس انه لو بدي انفذ شبكه اعرف انه الشبكه بتخدم البيت، لانه ما بصير اني في لحظه عوض انزل البيت او اقول لاصحاب البيت تعالوا بيتكم الحين عشان تصير عندكم تخدمكم شبكه الصرف الصحي. وهذا يمكن بحكي فيها لانه هذه قضايا حقيقيه بتواجهنا في تصميم حقيقي. لما احنا بنشتغل في الفيلد بنقع في هذه الاشكاليات، واحنا بنضطر انه نتعامل مع البيوت في قضايا معينه لانه بدنا نحل مشكله، لانه البيت قائم. طبعا كل ما كنت انا دقيق في معلوماتي، كل ما انا وانا بصمم بتجنب اني انا اخش في اشكاليات وفي متاهات في هذا الاتجاهات. صحيح، ما هو المفروض مفترض يكون اوطى، بس افترضي البيت بالاساس نازل، احنا بنيجي على بيوت احيانا بنطلع بدرجات بعدين بننزل تحت. قديش بدي احقق من الحكي بعدين؟ ما انا كل ما نزلت الشبكه، ما انا عشان انزل الشبكه عشان واحد بدي انزل كل اللي اب ستيم والداون ستيم تاعها. فهذا نقاط في البراكتيكال، بس بلزم من حيث المبدا انه تكون معروفه لإلي. Detailed cross section for the street showing underground services, water supplies, electricity cables, gas pipes, telephones وما شابه. ما بصير اصمم وانا بعرفش انه هذه الشوارع ايش فيها شبكات قائمه. لو تعرفوا دائما انت ما بصير تغير القائم، بدك تصمم بناء على القائم. تقدرش تقول لتعين شبكه المي والله انا صممت شبكه صرف صحي لكن شبكتكم المي لازم ترفعوها لفوق لانه بتتقاطع مع شبكه الصرف الصحي بتاعتي، هذه مشكلتك. احنا شبكتنا خلصت، بتعرف دائما اللي بيشتغل الاول هو اللي بفرض الواقع. وبتعرفوا انه احنا الشبكات ممكن يصير بينهم انترسكشن تتقاطع. طبعا ما بصير انه شبكه المي تصير داخل شبكه الصرف الصحي. حتى في تصميمنا راح نلاقي انه شبكه الصرف الصحي لازم تكون تحت شبكه المياه. حتى لو صار فيها ليكج ما يتسربش لشبكه المياه، ما بصير اني احطهم. كمان احيانا اذا حطينا هذه في سايد من الشارع حد لازم احطها في السايد الثاني من الشارع. اذا بكون بلزم اعرف شو شبكه المي الموجوده على سبيل المثال، وين هي الوكيتد، على اي ليفلز هي موجوده. مش بس شبكه المي، شبكه الكهرب، اذا في عندنا كيبلز كهرب رئيسيين وموجودين، بتعرفوا انه من الصعب جدا انه احنا نروح ننقل نطلع شبكه كهرباء او ننزل شبكه كهرباء قائمه اذا كانت خط ضغط عالي ولا ما شابه. طبعا المصمم بده ياخذ كل الحكي هذا بعين الاعتبار على اساس ما يصمم الشبكه. هي مش مجرد يقول لي هي شبكه، انا بالنسبه لي اذا تنفذت بالشكل هذا بتشتغل صح. طب هل بتتنفذ الواقع بيقدر ننفذه ولا بنقدرش بناء على الليفلز اللي موجوده، بناء على الانفراستراكشر الموجوده. وهذا طبعا ممكن يكون ووتر بايبس، الكتريكال كيبلز، غاز بايبس، تليفونز وما شابه. Water supply and consumption study. هنا لاحظوا انه احنا درسنا شغلات متعلقة بطبيعة الأرض سواء above ground أو below ground. هنا بنيجي لمرحلة ثانية. طب استهلاكات المية كام؟ ما هو في الآخر الويست ووتر من وين جاي؟ من المية المستهلكة. فما بصير أعمل استيميشن لكمية الويست ووتر، أنا بعرفش قديش كمية المية المستهلكة. وهذه دائما نقاط من خلينا نسميها من اللي احنا بنسميه دائما الديزاين كريتيريا. انا لما بدي اعمل ديزاين في عندي معايير التصميم. الكميه المياه المستهلكه ما بصير اني انا اعملها استيميشن اذا هي في اكشوال داتا. وهذه نقطه دائما مهمه في المهندسين، تعرفوا انه احنا دائما بنلجا الى الاسامبشن، اسيوم انه هالقد. بس امتى بعمل اسيوم؟ اذا ما فيش عندي معلومه دقيقه. بس اذا المعلومه دقيقه موجوده يعني كيف تعمل اسامبشن؟ كيف؟ مالوش منطق. دائما دراسات الووتر سبلاي بنعمل نوع من الدراسه للووتر سبلاي عشان نشوف قديش الديماند ات بريزنت اند ان فيوتشر. لانه الشبكه عندي ما بتصممش لليوم ولا للسنه ولا لسنتين. احنا بنصمم شبكه صرف صحي بنقول تخدم 30 سنه. اذا انا بدي اعمل لها بروجيكشن ل 30 سنه قديش ممكن يكون الاستهلاك. Identification of industrial, commercial, institutional and domestic areas. وهذه دائما نقاط مهمة لأنه أنت عمليات سحب المياه
مرتبطه بطبيعه اللاند يوز. اذا هذه منطقه صناعيه طريقه سحبها او كميه سحبها بتختلف عن الكوميرشال اريا، بتختلف عن الاندستريال الانستتيوشنال اريا، بتختلف عن الدومستيك اريا. لما تختلف بنقطتين عشان نعرف النقطه، تختلف الاول في كميه السحب. يعني الجامعه فيها 20,000 طالب، لو بدي احسب قديش الطالب بيسحب باليوم كمية معينة، لكن البيت فيه 5 أنفار، سحب الفرد في البيت غير عن سحب الفرد بالجامعة ككمية. اللي في البيت بيسحب أكتر لأنه في البيت بيستخدم المية فور كيتشن فور ووشنج فور ما شابه، في الجامعة بيستخدمها لحاجات مخصصة. الشغلة الثانية، هو بيستهلك المية في البيت على مدار الساعة، في حين في الجامعة أنا بدي أجي على الجامعة استهلاك المي في الجامعة بس 8 ساعات، يعني كمية المي اللي بتستهلك خلال 8 ساعات. إذا الووتر باترن عندي لاستهلاك المي في الجامعة غير عن الووتر باترن لاستهلاك المي في البيت. المصنع هل بيشتغل 1 شيفت ولا 2 شيفت ولا 3 شيفت؟ لأنه في الآخر أنا بدي أعمل كومبينيشن، وهذا حكي راح نجي لاحقا، عشان نشوف وين بده يكون البيك عندي في الشبكة، لأنه إحنا دائما بنصمم الشبكة لحالة البيك. طب البيك وين بده يكون؟ طبعا البيكس هذول مش مع بعض، يعني البيك للمصنع مش في نفس الزمن اللي فيه البيك للجامعة، مش في نفس الزمن اللي فيه البيك للمباني او للانستتيوشنال او للكوميرشال. الكوميرشال يمكن بتنشطوا في الليل او بتنشطوا في ساعات النهار. لما اعمل الكومبينيشن هذه بمفهوم السوبر بوزيشن، ويمكن انتم اخذتوا السوبر بوزيشن في الاستراكشر، صحيح؟ فانا لما يكون عندي كانهم لودز، وكل لود هذول وين بدي يكون، لو انا عملت لهم سوبر بوزيشن وين بدي يكون البيك اللي انا بدي اصمم له. Identification of collection points of sewage and possible location of pump station and point of final collection. يعني انا دائما قبل ما ابلش من التفاصيل الصغيره باجي للمين اليمنتس. بمعنى اذا انا بحكي هاي في عنا منطقه بدنا نصممها، وانتم دائما اللي بقول لكم بدكم تصمموا مشروع بعطنيش في الهواء، بقول لي هاي المنطقة اللي بدك تصممها. أنا قبل ما إني أبدأ أصمم في المنطقة داخلياً، المي اللي تطلع من المنطقة وين تروح؟ إذا في تريتمنت بلانت ألوكيتد هنا، أنا لازم أفهم إنه في الآخر المي عندي بدها تصل هنا. إذا المنطقة التوبوغرافية لإلها بتقول هذه المنطقة أوطى منطقة فيها، اتميز معناته انا الكونسنتريشن تبعي بده يكون انه انا بدي افكر انه اتجاهات خطوطي بدها تكون بالاتجاهات هذه. مش معقول اصير افكر اتجاهات خطوطي بدها تطلع هيك والمي العدد نازله لا تحت. اذا مثلا انا في عندي منطقه مجاوره مصممه، والمنطقه المجاوره المصممه هذه ماشي منها خط صرف صحي ونازل هنا بمانهول وطالع هنا على التريتمنت بلانت، وكانت منطقتي الفكره انه منطقتي تشبك على هذا المانهول، اذا هذا مسلم بالنسبه لي. اذا باخده كنقطه ستارت انه انا بعرف انه في الاخر شبكتي لازم تتصل، طبعا مش لازم تكون تحت المانهول، ما دام تصب في المانهول لازم تكون على مستوى اعلى من مستوى المانهول. طب صحش اقول اعلى ولا اوطى اللي عرفت منصوب المانهول. عشان هيك بهمنا انه احنا نعمل تعريف لكل الايدنتيفيكيشن لكل الكوليكشن بوينتس للسوج اند بوسيبل لوكيشن اوف بامب ستيشن اند بوينت اوف فاينل كوليكشن. نقاط تجميعنا في الاخر وين بدها الصفي. بوبوليشن فور كاست ستاديز، زي ما حكينا احنا ما بنصمم لليوم ولا ل5 سنوات، بقول لي احنا بدنا نصمم الشبكه هذه ل 30 40 سنه، واحنا هذا الحكي رح نيجي نحكي لاحقا على اي اساس بحدد الهوريزن، على اي حد بحدد انه الفتره الزمنيه لتصميم المشروع. اذا معناته الناس اللي بدخدمهم كام، هذه المنطقه اليوم كم فيها ناس، مستقبلا قديش بده يكون فيها ناس، على اساس من خلالهم احدد الووتر كونسومشن، من خلالهم احدد الويست ووتر برودكشن، قديش كميات الويست ووتر البروديوست. Expected development of the area. نعم، احنا بنيجي على مناطق مش مطورة إلى حد معين. طب هل المناطق هذه كمان 30 سنة بدها تظل مش مطورة؟ فبدي أصير أعمل نوع من الدراسات إنه كيف بدها تتطور؟ بأي اتجاه بدها تتطور؟ وأنتم بتعرفوا إنه دائما البلديات عندهم اللي بسموه الماستر بلان أو المخطط الهيكلي، هم بسموه
اللي محدد فيه اللاند يوز، بقول هذه منطقه صناعيه وهذه منطقه تجاريه وهذه منطقه سكنيه وهذه سكنيه الف وهذه سكنيه باء ومشى. ويمكن انا بعتقد انه مضى عليه كل الحكي هذا، يعني جزء من اللي بحكيه يفترض انه احنا نكون في ماده زي ماده الهيدروليكس، يعني جزء من هذا الحكي تم الحديث فيه وتم التطرق له. ولكن هذه نقاط بتلزم انه اي واحد قبل ما يصمم اذا ما خدش بعين الاعتبار كل النقاط اللي بنحكي عنهم اليوم، في الاخر بطلع تصميم يعني لا يمثل الواقع، وفي الاخر لو نفذنا التصميم هذا بلاقي حنا بعد فتره ما فيش قيمه لشبكه الصرف الصحي. وانت بتعرف انه هذه التصاميم يعني لحد كبير لا تقبل الخطا، يعني لو صممنا بيت وصار في مشكله بنقول بيت يعني ممكن انه يستوعب وحدا يشوف له حل، بس اذا نفذنا شبكه صرف صحي وفيها فاتل ايرور يعني شو نصلح؟ نشيل شبكه وننفذ شبكه شيء مش بالذات انه بتعرف وانا بحكي على انفراستراكشر ودائما بلاقي بننفذ شبكه الصرف الصحي ودغري بنعمل الاسفلتات بنسفل، which means انه يعني ازاله الشبكه او اعاده تعمير الشبكه شيء صعب على جميع الاتجاهات اقتصاديا واجتماعيا وسكانيا ونفسيا. وانت بتشوفوا انتم مهندسين مش هيك؟ يعني فانا بتكونوا مهندسين لما بتشوفوا بنفذوا مشروع وبعد شويه بكسوا في الشارع عشان يعملوا شغله انتم نفسكم بتصيروا ولا مش هيك؟ طبعا خذوا بالكم اللي بتحكوا عليهم مهندسين، يعني ممكن الخطا هذا يعني نقع فيه احنا، فبدنا نكون واعيين انه ما قيمته لما نقع فيه. يعني صحيح يمكن هذه يعني قضية بركة الشيخ رضوان هذه حدث طارئ خليني أسميه، لكن بحكي عن الأحداث اليومية. إحنا بننفذ الطريق ونلاقيهم بعد ما سفلتوا الطريق وعملوا طبقة الزفت وأجا واحد يفحص بالطريق لأنه ناسين شبكة الخط هذا أو الوصلة هذا أو غيره وغيراته، بصير بالنسبة لنا يعني حكي مش مقبول. وأول شغلة بنحكيها هذول مش مهندسين ولا مش هيك؟ فيعني اعرفوا انه بتحكوا الحكي هذا وانتم يعني مستقبلا بدناش تكونوا يعني بال طيب الميثولوجيكال داتا اللي بقصد فيها اللي هي المعلومات الجويه وميلي وي توك اباوت رين ووتر اللي هي كميات الامطار وامتى بتحدث والفريكوانسي تاعها، وهذه طبعا معلومات تفاصيلها ودراساتها وتحليلها احنا بتتم من خلال ماده الهيدولوجي. لما تاخذوا ماده الهيدولوجي او اخذتوها يعني فيها تفاصيل، وان كنا في الـ لما ندرس موضوع الستورم ووتر راح نعرج على هذه الجزئيات حتى نبين البرانش اللي بهمنا في موضوع الهيدولوجي. البوبوليشن تشينج احنا دائما تطلع دراسات بتقول عدد السكان هالقدي وبزيد هالقدي وبنقص هالقدي ولا مش هيك؟ ويمكن احنا لو سالنا في قطاع غزه قديش عدد سكان قطاع غزه كل واحد بيعطينا رقم، واحد بيقول لي 1800 واحد مليون و800 واحد بيقول لي مليون و500 واحد بيقول لي مليون و400 يعني. واذا قلنا في الفيوتشر قديش عدد السكان هذه اصعب ولا مش هيك؟ طبعا نقطه مهمه جدا انه دائما البوبوليشن فوركاستنج مرتبط بكثير من العوامل، والعوامل هذه جزء منها اقتصادي وجزء منها سياسي وجزء منها اجتماعي. يعني احيانا العامل الاقتصادي بخلي الناس تهاجر او تيجي على المنطقه، يعني ممكن يكون منطقه اقتصاديا منطقه جذب او منطقه نفور ولا مش هيك؟ الوضع السياسي ممكن يكون نفس الحكي وان كانوا اثنين مرتبطين ببعض، يعني انه السياسه بتاثر في الاقتصاد والاقتصاد بأثر في السياسه. كمان الكلتشر للناس، ما في ناس ثقافتهم انه الجروث ريت عندهم او الانفيرتي ريت الخصوب عندهم بخلف 5 و6 و7 و10، وفي ناس مجتمعات مفهوم الثقافه واحد او اثنين او الصين واحد وبس ذاتس ات. فعمليا اجتماعيا انه هذه المفاهيم هي في الاخر اللي بتعكس عندي التغير في البوبوليشن. من هنا احنا في عندنا فور بيسك كومبوننتس اوف بوبوليشن تشينج. طبعا هذول this is common birth death immigration out migration، المواليد الوفيات
المهاجرين إلى المهاجرين لبرا. إذا عرفت قديش العدد اليوم وكمان سنة قديش بتكون المواليد وقديش الوفيات وقديش اللي جايين وقديش اللي طالعين، هذه ماس بالانس إكويشن، ولا مش هيك؟ طبعا excessive birth over death results in natural increase. إذا كان عدد المواليد أكثر من عدد الوفيات فهذا بيعطي بالزيادة. excess of death over birth result in natural decrease. إذا كان عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد راح يكون العدد بيتناقص. عشان هيك مش شرط population change إنه دائما بالpositive. The difference between immigration and out migration is net migration. عشان هيك دائما بنحكي في الهجرة بدنا النت مايجريشن اللي هي محصلة اللي بيجوا زائد ناقص محصلة اللي بيطلعوا. طبعا هذا الحكي لاحظوا انه هنا في نوع من الاشكاليات، وبالذات في مفهوم الايميجريشن والاوت مايجريشن. يعني البيض يعني دائما بعمل استيميشن للمجتمعات، وتغير الناس بالثقافة تاعتهم مش كتير يعني، او مش سريعة بمعنى يعني الناس المجتمع هذا معدل الزيادة فيه كبير ثريت 2% أو 3% في السنة. طبعا ممكن أقول أنه بعد 20 سنة يمكن يكون ثقافتهم، لأنه هيك بيفهموا اليوم في العالم أنه كل ما كان الشعب أكثر تحضرا كل ما كان أقل مواليد. طبعا كمان شغلة كمان أقل أم موتى، لأنه بعتبر أنه بتكون الصحة أحسن، فيعني بضبطوا الشغلات بالصحة مش هيك. فبصير بروجكشن للمستقبل انه ممكن اتوقع انه المستقبل كيف بده يكون بناء على وين بتتطور. طبعا الاميجريشن والاوت ميجريشن قلنا لها ارتباطات باكثر من عامل. من هنا في عندنا في البوبوليشن في عندنا تو تايبس اوف بوبوليشن، في كلوز بوبوليشن وفي اوبن بوبوليشن. The closed population هي population for which immigration and out migration are nil. يعني الناس اللي بيطلعوا أو بيجوا محدودين جدا، بمعنى أنه ككوميونيتي the population of the world as a whole. وهذا الحكي لو أنا بتطبق على العالم، يعني بدي أقول قديش في العالم اللي بيطلع من العالم واللي بيجي على العالم، مفيش. يعني البهاجة من منطقة إلى منطقة. اما اذا بدي اخذ العالم هذا جلوبال، فيش هجره من بسيطه او هجره من جويتهم. Population growth depends entirely on the difference between birth and death. وهنا بصير الفرق بس في البوبيليشن ما بين الاحياء او اللي بنولده ما بين اللي بموت، لانه عامل المايجريشن ما هواش قائم. هذا طبعا ممكن ينطبق على كنتري، على دوله. يعني الناس ما بتهاجرش من الدوله، والدوله وبتعرف يمكن اليوم يعني دول زي مثلا زي دول اوروبا عمليا قليل جدا انه من اوروبا يهاجر برا، يعني يترك اوروبا يهاجر. فاوروبا اليوم بتسعى باتجاه انه تمنع الهجره الخارجيه، بتشوفوا دائما بقابوا في سياسات كثير باتجاه الهدف انه يوصلوا انه هم بس يبنوا على مين؟ على الموجودين. الاوبن بوبوليشن ا بوبوليشن ان ويتش ذير مي بي مايجريشن انترناشونال. وطبعا في كثير دول المايجريشن فيها كان هو اللي بنى المجتمع، امريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، كل هذه دول مايجريشن يعني، ومن ثم يعني بلشت تنبنى المجتمعات. طبعا وهذه اتز اوبن كانتس كانت في لحظه، طبعا بعد فتره بصير الانظمه والقوانين. The growth of an open population consists of natural increase and net migration. وهنا بصير الزيادة عندي مرتبطة بشغلتين، بالnatural increase اللي هو الفرق بين البيرث والديث زائد النت migration. طبعا هنا هذا الحكي بوصلنا للديموغرافيك بالانسينج ايكويشن، واللي حكينا هي عبارة عن ماس بالانس، لأنه هنا في توازن بده يكون عندي. The principle of the balancing equation مبني على الشيء الآتي.
In any time interval, the population of a country can increase or decrease only as a result of birth, death, and movement across the country's boundary. طبعا ال country's boundary ما هو بتقول البهاجر بطلع من البلد واللي بيجي بخش بتخش على البلد. وهذا الحكي أي دولة بتعمل إحصائيات موجودة عندها. يعني في السنة هذه كم واحد دخل البلد وكم واحد طلع من البلد. بنفس اللحظة عندهم دراسات كم واحد انولد في البلد كم واحد مات في جوا داخل البلد. إذا بقدر أعرف إذا كان البوبيليشن هالقد خلال السنة قديش تغير البوبيليشن سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. Birth and immigration added to the population and death and immigration subtract from it. طبعا هذا شيء منطقي، يعني المواليد والهجرة يعني بالبوزيتيف بالنسبة لعدد السكان، والديث والإيميجريشن طبعا if data are available from two consensus، إذا عندي أنا داتا من 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 مركزين and the numbers of birth, death and in and out migration are known then the equation must balance exactly. يعني إذا هذه المعلومات عندي بالضبط إذا معناته راح يكون عندي أرقام balance. If all the data are perfectly accurate. طبعا إذا كانت المعلومات دقيقة. طبعا بقول لي إن البوبيليشن شينج تغير في البوبيليشن بتساوي birth minus death زائد immigration ناقص immigrants. اللي هي الاوت مايجريشن. طبعا هذا اذا كان البوبيليشن بالزياده الشينج بالزياده معناته البوبيليشن بده يزيد، واذا كان الشيء بالماينس البوبيليشن بده ينقص. طبعا هنا البي تي بتعني انه البوبيليشن ات ذا تايم، بتعني البي او اللي هي البوبيليشن وين احنا بلشنا نرصد بلس بيث ناقص ماينس ديث زائد immigration ناقص immigrants. Where BO اللي هي initial population BT population after time T. طبعا worldwide natural increase is the most important component of overall population change over the time. يعني صحيح انه الديث له قيمه، الاميجريشن له قيمه، الاوت الايميجرانت له قيمه، لكن mainly الناتشرال جروث هو اكثر فيصل بيحكم في الارقام هذه، لانه دائما المجتمعات بالمنطق تتزايد. يعني غريب انه نسمع مجتمع عدد سكانه على ما هو او مجتمع يتناقص، على الرغم انه بلشنا يعني بلشت المجتمعات تحكي بهذه الارقام، الا انه بشكل عام المجتمعات تتزايد كعدد السكان. يعني هذا طبعا التزايد بيعني انه المواليد بشكل عام اكثر من الوفيات، والإيميجريشن والإيميجرانتس أرقام محدودة. هنا طبعا بتيجي النقطة هذه احنا بنستخدمها أساس نعمل بروجيكشن. طبعا البروجيكشن معناته أنا بدي أحكي على مستقبل. طبعا أنا لما أجي في بداية السنة في 2013 1/1/2013 بعرف عدد السكان، وادي في 1/1/2014 اعرف خلال 2013 كم واحد انولد في البلد وكم واحد مات وكم واحد دخل وكم واحد طلع. بقول لك بدون وانا قاعد على الطاوله هنا عدد السكان بدون ما تعدهم هالقد. لكن القضيه مش هنا، مش هذه، لان انا ما ببني السيستم تاعي بناء على الارقام بتوع اليوم، انا بدي ابني السيستم تاعي بناء على المستقبل بناء على الفيوتشر. عشان هيك ابوبليشن بروجكشن هو ان extrapolation of historical data into the future. يعني دائما انا باخذ من المعلومات السابقه عشان اتنبأ بالمستقبل، لان انا ما بقدر ابني للمستقبل بدون ما اعرف السابق. An attempt to describe what is likely to happen under certain explicit assumptions about the future as related to the immediate past. طبعا بمعنى انه دائما هذا بيبني عندي انه بيعتمد بناء على نوع من الاسامبشنز. دائما لما انا بدي اعمل بروجكشن، البروجكشن تاعي بده يبنى على
assumptions، بس هذه ال assumptions مستوحاة من الداتا الموجود القائمة عندي. طبعا الداتا القائمة عندنا عشان نفهم شغلة بتكون من شقين، من شق population ومن شق planning. كيف؟ لو جيت اليوم في قطاع غزة، ناخذ كم مثال، وتحدث على مدن او محافظات، عندك كم محافظة عندنا بقطاع غزة؟ خمسة؟ طيب خمسة، خلينا كويسة، كويس خمسة، يعني عندنا الشمال غزة، الوسط خان يونس صفح، مش هيك؟ فايف جوفرنريت، ممتاز. هسا لاحظوا شغلة، شو بصير؟ تطلعوا انه ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، وين صار تركيز التطوير عندنا في قطاع غزة؟ إذا حدا فيكم بتابع في قطاع غزة بسمع أنه كل يوم قاعدين بيحكوا في منطقة جديدة في الجنوب، في مناطق خان يونس، مدينة الشيخ حمد، مدينة الشيخ، مدينة الأقصى، مدينة الإماراتية، المشروع السعودي، المشروع. فلاحظوا أنه لم التخطيط نفسه فرض وين عمال الناس، وين الناس تتوجه. فالقضية مش قضية أنه مجرد أنه النيتشر البيض أنه زيادة أو نيتشر الجروث، لا، هنا قضية. ودائما هنا بتيجي سياسات البلد، يعني لاحظوا انه في مفاهيم التخطيط العمراني وفي مفاهيم الزيادات السكانية في مناطق معينة، طبعا هذا الحكي بأثرش على عدد السكان في قطاع غزة، اذا بتحكي قطاع غزة ككل، لانه هو بيطلع من غزة على خان يونس في الاخر هو داخل القطاع، لكن اذا بتاخذ خان يونس لحالها، احنا اليوم بنلاقي الناس عندنا التوجه تاعها لوين بتتجه؟ للجنوب ولا للشمال؟ توجه الناس العام يعني لخان يونس صفح ولا لغزة؟ لغزة. ليش؟ مش بعتقدوا، خدماتها كلها بغزة، الجامعات بغزة، المؤسسات الحكومية بغزة، السوبر ماركتات بغزة، ولا مش هيك؟ يعني اللي بسكن بغزة بيشعر انه كل السيرفيسز دير، فاتاكت. والواحد دائما الانسان بفكر انه هو بده يسكن في مكان اللي فيه كل شيء، مش هيك؟ احنا لما نروح حدا فينا بده يسكن في منطقه بسال فيها سوبر ماركتات، فيها مية، فيها كهرباء، فيها تليفونات، فيها، لانه بسال عن سيرفيسز، ولا مش هيك؟ هسا معناته عمليه الجذب الداخلي مرتبطه بالسيرفيسز. هسا لو اجوا وخططوا قالوا احنا في العشر سنوات الجايه بدنا نعمل جامعه كامله في غزه، زي الجامعه الاسلاميه نفسها نعملها في الجنوب، نعمل السوبر ماركتات في الجنوب، نعمل مراكز حكوميه، يصير مش كل الوزارات في غزه، نصها في غزه ونصها في الجنوب، ماذا ستعمل بدون انت ما تمسك الناس بالعصر؟ بيصير فعمليا انت بتوجه وين؟ هذا الحكي بيلزم للي بده يصمم شبكه مياه، شبكة صرف صحي في الجنوب، أو بده يصمم محطة معالجة في الجنوب، إذا صفت عندي هنا بحكي على migration، بس بحكي على internal migration، بحكي على هجرة داخلية. والهجرة الداخلية هذه أنت كمخططين في البلد، كسياسة البلد، بيقول لك إحنا ما بدنا نضل كل القضايا موجودة متركزة هنا، صارت هذه overloaded، بدنا نتوجه باتجاه كيف بدك تتوجه باتجاه ثاني؟ انت ما بتكون تعطي للناس نشاط اخبار روحوا سكنوا في خان يونس، روحوا سكنوا في رفح، روحوا سكنوا في الوسطى، ما حدش يعني اللي بيسحب هو الخدمات، السياسات اللي انت بتحطها. لانه اذا انت عملت جامعه في الجنوب، السواقين مش لحالهم راح يصيروا يصفوا هناك ويدوروا على الركاب، مش انت راح تقول لهم روح صفوا في خان يونس، لانه لو راح صف في خان يونس في جامعات ما بروحوا، بقعدوا في بيوتهم. فهنا بتيجي عندي في مفهوم البروجكشن، البروجكشن مش مبني بس على معادلة البالانس هذه اللي في الاخر بناخدها احنا، مبني على احنا كيف بنخطط. والمخطط هنا مش المهندس الصحي المطلوب منه يعمل حكي هذا، خذوا بالكم، يعني احنا بنحكي شغلات كويس نكون فاهمينها، بس مش دوري انا اذا بدي اعمل لهم شبكة صرف صحي، انا بدي اعمل لهم ايربان بلاننج واعمل لهم انه وين بتكون. يعني كان التخطيط زمان في قطاع غزة، الحكي هذا في ال 98 99، كانوا بيحكوا في السيناريوهات للبوبيليشن على تو كوست سيتيز. احنا عندنا اليوم وان كوست سيتي بشكل اساسي اللي هي غزه، تو هاف تو كوست سيتيز.
طبعا شوي اذا بدي احكي في القضايا هذه، طبعا هذه بتلزم، لانه هذه بتعمل على مستوى البلد مش على مستوى شبكه الصرف الصحي، بتعمل نوع من البالانس. لانه لاحظوا شغله، اليوم لما تكون كل الجامعات في 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 غزه، بتلاقي السيارات كلها الصبح بتصير باتجاه واحد، باتجاه واحد فل، الاتجاه الثاني فاضي، ولا مش هيك؟ طبعا في ضغط بالشارع هذا والشارع المقابل تاعه، بالمقابل اخر النهار هذا الحكي مش صحي. بس لو الحركه بالاتجاهين، فاول معنى وات دازت مين؟ انه في اختصار على الاستهلاك، في اختصار على الوقت، في فبصير الحسبه اكبر من قصه حسبه شبكه الصرف الصحي. بس كان في الشبكه الصرف الصحي جزء من هذه المنظومه اللي دائما انه بفكر فيها، واللي بده يعمل يصمم شبكه الصرف الصحي طبعا على المستوى العام بده يكون بيفهم المفهوم هذا، وبكون فاهم، بكون ماخذ من وزاره التخطيط اذا هي المسؤوله عن القضيه هذه، او مركز الاحصاء، او 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 هذول الناس الاسامبشنز تاعينكم للمستقبل وين. طبعا بده يعمل هنا نوع من الفيريفيكيشن كمان، انه هل هذا هل التوجه هذا هو صحيح قائم ولا مش قائم، على اساس انه انا ابني عليه. هنا بصير عندي اسيت اوف كالكوليشنز which show the future cost of fertility, mortality and migration depending on the assumption used. وهنا بصير طبعا معدلات الخصوبه اللي هو يعني العائله كم فرد بتنتج، معدلات الوفيات، معدلات المايجريشن بتبنى على هكذا اسامبشن. انا اليوم بطلع في قطاع غزه، لو حدا فينا اجى يعمل يشوف الجروث ريت، او خلينا اقول البيرث ريت، ويقسمها انترفلز كل 5 سنوات. اذا انا جيت سالت في قطاع غزه مثلا، قلت لهم اعطوني البيرث ريت خلال من سنة 1990 لسنة 2010. هذا كم انترفال عندي؟ 4 انترفال، لو كل 5 سنوات انترفال. بطلع بلاقي انه الجروث ريت من 90 ل 95، ومن 96 ل 2000، ومن 2001 ل 2005، ومن 2006 ل 2010 ما هوش نفسه. طبعا is it increasing ولا decreasing؟ حسب. بس هذا بعطيني اذا decreasing معناته انا يفترض ان انا اعمل assumption ل 2020 و 2030 امشي بالترند هذا، لانه هذا الترند بتتجه عليه، فبصير assumption هنا طبعا لانه مش حقيقي. انا بدي اعمل بدي اخذ رقم، بس هذا مش حقيقي لانه هذا للمستقبل. فكل شيء للمستقبل، وي اسيوم انه بده يكون البير ثيت هيك بس بناء على الارقام لكن لو لقيتها في نفس الريت، اذا لقيت نفس الريت ممكن اقول انه مزبوط هي نفس الريت، لكن انا بتوقع انه التطور والثقافي والحضاري يتحسن، وممكن الريت هذا يتناقص بس بتناقص بسيط، ما دام هو في ال 20 سنه الماضيه كان 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 على نفس الوتيره. هنا طبعا في عندنا اكثر من شكل للجروث، وهذه الجروث طبعا بنريد احنا نتفهم نتعامل مع الموضوع بالخلاصه كارقام. في الاخر انا بصير بحكي على لغه ارقام. طبعا في من الجروث من خلال التطور اني بشوف انه ماشي بلينير جروث، الزياده انه الناس بتزيد 50 واحد في الشهر. اذا قديش عددهم اليوم؟ كمان 12 شهر بده يكون عددهم اليوم زاد 12 في 50، يعني ملوش علاقه بالعدد، هو الزياده ثابته. implies that there is a constant amount of increase per unit of time. يعني هي ملهاش علاقه بالعدد الموجود، لها علاقه بالزمن، بتزيد بعدد ثابت. a straight line is used to project population growth. يعني انا باجي بطلع ببلش من 1990 ل 2014، لقيت عندي الزياده ماشي هيك. طب لو بدي اعمل ل 2025 This is what we call it linear growth. طبعا linear growth I can present it من خلال المعادله هذه، انه بي تي بتساوي بي او بلس بي تي.
بي تي اللي هي البوبوليشن التي ييرز، اذا بي هي معدل الزياده في السنه، وبي انوال امونت اوف بوبوليشن تشينج، قديش الناس تتغير، طبعا بتزيد او بتنقص. ممكن تكون هذه بي بالبوزيتيف، ممكن تكون بالنيجاتيف، لانه هذه مش محصله للبيرث ريت، خذوا بالكم. هذه محصلات الاربعه اللي حكينا عنهم، البيرث، الديث، المايجريشن والاميجرانت. طبعا هنا الاسامبشنز المبنيه، اجوز ستيتس كونستانت، changes only experienced at the end of the unit time، انه انا بحسب التغير بالسنه. resultant change does not yield any change، طبعا بعكسش انه resultant change، انه التغير الحالي انه بده يكون عليه اي نوع من التغير في المستقبل، اللي هي ذات هذه ستبقى للمستقبل على مدار المستقبل. في عنا الجيومتريك جروث، يعني الجروث عندي مش ماشي لينيا، ماشي جيومتريك، بمعنى انه هو مرتبط بعدد السكان، يعني بزيد معدل ثابت من البابوليشن. طبعا ما دام البابوليشن بزيد، اذا العدد بزيد مش المعدل، العدد بزيد. يعني لما انا بقول انه 3% في السنه من الموجودين، ما هو كمان سنه بصير موجودين اكثر من اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت، بصير 3% من اللي صاروا، مش العدد بزيد. طبعا العدد بزيد، النسبه من العدد بتزيد. عشان هيك احنا بنعبر عنها بهذه المعادله، انه بي تي بتساوي بي اوف 1 بلس ار تو ذا باور تي، ار اللي هي الجروث ريت، وتي هي عدد السنوات. انا بفرق هنا بين شغلتين، بين اللينير والجيومتريك. الجيومتريك الريت كونستانت، بس هي ريت من العدد، لانه العدد بزيد فالكميه بدها تزيد، يعني العدد بده يزيد لانه بده يصير العدد مضروب، الريت مضروبه في العدد. وكانها زي مين؟ في البكتيريا واخذتوها زمان، كنت تاخذ في الزمانات الربح المركب، مظبوط. طبعا هنا يعني بنفس الكونسبت، هو كانه طبعا ربح بمعنى عدد زياده بشر، بس هنا انه كانوا 100، كان 3% من ال 100، معناته السنه هذه صاروا 103، اذا صاروا 3% من ال 103 وهلم جره. وهذه طبعا في شو اسمه، ما انتم كنتوا تاخذوها في الجيومتريك، في الجبر، في الجبر وفي هاي كنتوا تاخذوا شو اسمه المتواليه، هي متواليه جبريه متتاليه. طبعا الاسامبشن ذا جروث ريت از كونستانت، نعم، شينج از اونلي اكسبيرينسد ات ذا اند اوف ذا يونت تايم، compounding takes place at the specified interval. وهنا انا بقدر احسب بعد 30 سنه بناء على هذه قديش بده يكون عدد السكان، بس الاسامبشن تاعي مبني على انه الجروث ريت از كونستانت، الناس بتزيد معدل 3% من الموجود. لا سوري، الجروث ما هي اللينير الصحيح، يعني ارجع لا هي مش اللينير، البروجكشن هنا مش يمكن الخطا، ما دام الجروث ريت از كونستانت، نعم ات از الجبرك. طبعا هذه المعادله، يعني اذا حطيت على هذا الشكل، يعني انا بحكيت على حاليا على نوعين، على اللينير والجيومتري. اللي هذه طبعا المعادله هي معادله اللينير، معادله اللينير بي تي بتساوي بي او بلس كي في تي، كي هي الزيادة الثابتة السنوية، نعم. وهذه لو جيت أخذ عليها إكزامبل، بقول لي the recent population of a city is 30,000 inhabitant، عدد السكان الحالي 30,000. What is the predicted population after 30 years if the population increase 4,000 في 5 سنوات؟ طبعا اذا جيت احسب كي،
4000 على 5 بيزيد بمعدل 800 في السنة بغض النظر عن البوبوليشن. فإذا بدي أقول إنه البوبوليشن 30000 وكل سنة بيزيدوا 800، بعد 30 سنة قديش بدهم يصيروا؟ نعم، هذا إيش؟ لينيا. العدد كونستانت. طبعا اذا قلتي كي هي ريت يعني العدد كونستانت، العدد كونستانت مش مرتبط بمين؟ بالبوبوليشن. يعني الناس مليون ولا 20 مليون ملوش علاقه، هذول كانوا مليون ولا كانوا 20 مليون بيزيدوا هالقد بالسنه. اذا بدنا نشتغل على المحور على النقطه على المحور الثاني لو كانت الجيومتري بقول لي the recent population of a city is 30,000 inhabitants. What is the predicted population after 30 years if the growth rate R بتساوي 3.5%؟ طبعا هنا الجيومتريك انكريز بي تي بتساوي بي او بلس في مضروب في 1 بلس كي تو ذا ان. بعد 30 سنه بدهم يصيروا 84. نعم طبعا لاحظوا الزيادة هنا أعلى من الزيادة هناك. طبعا ليش؟ لأنه بصير نسبة من الزيادة، وهذا لو جيت أعبر عنها بالرسم بلاقي الزيادة بتاخذ عندي الشكل التالي، في حين الحالة الأولى كانت الزيادة بتعبر عندي على شكل خط مستقيم. هذا الحكي بيتطلب منا إنه طبعا انا هنا ما بعمل اسامبشن من عندي، طب افضل لينيا ولا افضل جيومتريك؟ بفرض عندي الحكي هذا انه الزياده عند الناس على مدار السنوات السابقه باي شكل هي بتمشي. لو انا جيت اخذ الداتا السابقه واصمها، هل هي ماشيه بخط، لو انا جيت اعبر عنه بخط، لو النقاط بتمشي بالشكل هذا ولا النقاط بتمشي بالشكل هذا، بحيث انه هل بتعني لي انه بحكي لينا ولا بحكي جيومتريك؟ طبعا مش هم الحالتين بس الموجودين، هذا بحكي على الوضع الطبيعي. بحكي على الوضع الطبيعي. الشغله الثانيه او حلاقي حنان، انا بدي اصمم لبلد. وجيت لغزه، افترضوا حدا طلب منا قال غزه مشروع الصرف الصحي اللي فيها القائم اقتربت عمله الافتراضي. احنا صممناه قبل 30 سنه ل 30 سنة وهي خلصت 30 سنة. بدنا نصمم لوين؟ ل 30 سنة جايين. طيب اطلع غزة قاعدة بتزيد في السنوات هاي بمعدل 3% في السنة مثلا. افرض ل 30 سنة جايين زيادة 30%، زيادة 3% في السنة. 30 كثير. انا ممكن اجي لنقطة هنا. حسب التخطيط. حسب التخطيط غزة حسب المباني اللي فيها، المباني اللي فيها غزة مصممة إلى 5 طوابق. لو جيت أحسب 5 طوابق كل شقة معدل السكان في قطاع غزة فيها 7 أشخاص، معناته أنه مفروض يكون في كل مبنى بمعدل 35 واحد، مظبوط؟ طب لو جيت أحسب اليوم أنا لقيت في كل معدل السكان في غزة 30 واحد في المبنى، إذا معناته بعد 30 سنة هل راح يصلوا 40 ولا 50؟ لا، لانه بنصل لحاله ايش؟ بنصل لحاله بنسميها ساتوريشن. بنصل لحاله ساتوريشن، صارت المنطقه فل. هسه ما بتقدرش تقول لي بدي تزيد، لانه الناس شو بصير تعمل؟ تطلع من المنطقه. ما بتقدرش تعتبر انه داخل المنطقه هذه الناس تزيد بالريت هذه. فممكن يكون عندنا في لحظات معينه انه انا مبني على وضع بنسميه ساتوريشن. ساتوريشن اقصى ما ممكن يسكن في البلد. فاذا الساتوريشن بدي اصل له قبل العمر الافتراضي ما بقدر افترض الناس بدها تكون اكثر من الساتوريشن. يعني قال لي صمم ل 30 سنه، طب اذا بنصل للساتوريشن بعد 15 سنه على اي اساس تفترض الناس بتكون اكثر من الساتوريشن؟ وهذه نقاط كثير بنستخدمها لما احنا بنشتغل في مناطق قائمه او الى حد معين سيمي ساتوريتد. زي كثير مناطق اليوم في غزه صارت سيمي ساتوريتد اذا ما كانتش يعني ساتوريتد. واحيانا هذا بصير عندنا في مناطق الساتوريشن تاعها ممكن يتم فورا. كيف؟ لما بيجوا بيبنوا بعض مدن عندنا في غزه اليوم
هسا هاي ببنوا في مدينة حماد، مش هيك؟ نسمع في الأخبار ببنوا في مدينة حماد، وصاروا كل واحد عارف وين شقته، بمعنى إنه يعني أوصلوا شقة في ال، معناته الناس مش بدها تزيد، الناس قاعدة بتستنى وقت تشتري هذه المدينة. إذا هذه المدينة راح تصير ساتوريتد في وان تايم. إذا ما بصير أصممها أنا أقول هذه كمان 30 سنة بدها تصير ساتوريتد. إذا أنا بصممها على الساتوريشن مثلا، لأنه هذه خلاص الناس جاهزين. طبعا ممكن اصمم على الساتوريشن بس في نقطة، انه الناس بدها تيجي مش كله جاي ومعاه سبعة انفار، يعني صارت كل المباني مسكونة بس كل مش كل المباني ساتوريتد. خلاص اذا بصمم على الساتوريشن بصمم مش اوفر ساتوريشن، لانه ملوش معنى، مش حيصير. فحتى لو كانت شايفه بدها تخدم كمان 40 سنه، لما صار ساتوريشن خلاص هذا العدد الاقصى للناس ذات ست. الشبكه مش معناتها بعد 15 بدها تبطل تشتغل، بس بدها تشتغل على بناء على عدد السكان. وهذا طبعا يمكن بيفتح عنا موضوع البوبوليشن. خليني اقول اول اساينمنت عندنا في المشروع تاعنا، انه بيتطلب منا انه ناخذ معلومات ونسال في معلومات عن البوبوليشن في قطاع غزه ومعدلات الزياده للناس من دراسات احصائيه، من مخططات وماستر بلانز سابقين، حتى نفهم احنا في قطاع غزه كيف نتطور سكانيا، عشان نعمل بروجكشن لمشاريعنا اللي بدنا نشتغل عليهم كمان شوي. ماشي الحال؟ في حد عنده اي سؤال؟ يعطيكم العافية.